سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم. قبل هذا مدخل في لكن الرزية، كل الرزية. قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا. وعلى هذا يحمل، مش على هذا، وش اللي قبل؟ الاستغاثة. ها؟ نبدأ بالأول الاستغاثة، فأما الاستغاثة بالمعجم. نعم. قال المؤلف: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنواع العبادة الاستغاثة، والاستغاثة هي طلب الغوث من الشدة، الغوث من الشدة، فهي أخص من الاستعانة. الاستغاثة أخص من الاستعانة، كلاهما من أنواع العبادة، ولكن الاستغاثة لا تكون إلا عند الشدائد، وأما الاستعانة فتكون عند الحاجة ولو لم يكن هناك شدة. والاستغاثة إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنها لا تجوز الاستغاثة بغير الله، لا تجوز الاستغاثة بالمخلوق، لأن هذا نوع من أنواع العبادة التي لا تجعل إلا لله عز وجل. أما إذا كانت الاستغاثة في شيء يقدر عليه المخلوق، وقع إنسان في شدة واستغاث بإخوانه بمن يعينه لا بأس. قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الاستغاثة في هذا جائزة، لأن موسى عليه السلام وغير موسى يقدر على إغاثة الواقع في شدة، يمكن للإنسان أن يساعد أخاه فيها لا بأس بهذا. أما النوع الأول هو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، فهذه لا تجوز إلا بالله. أما ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات وأصحاب الأضرحة فهذا شرك أكبر، لأنهم صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل واستغاثوا به، والأموات لا يقدرون على شيء، لا يقدرون أن يغيثوا أنفسهم فيما هم فيه، كيف يغيثون غيرهم؟ بل هم بحاجة إلى من يدعو لهم ويتصدق عنهم، هم بحاجة إلى هذا، فكيف الحي يستغيث بالميت؟ هذا من انتكاس الفطر والعقول، أسأل الله العافية. وأما النوع الذي استغاث فيه بالمخلوق أو أن يكون بما يقدر عليه ويكون المخلوق حاضرا في المكان يسمع استغاثة المستغيث، ما يكون المستغاث به غائبا، يكون حاضرا وقادرا على
إغاثة المستغيث، فهذا جائز. لكن قد يشكل على هذا، انتبهوا، قد يشكل على هذا ما جاء في الحديث الذي ساقه المصنف الآن، وهو أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. من عادة المنافقين أنهم يؤذون المؤمنين، بل يؤذون الله ورسوله ويؤذون المؤمنين، هذه عادة المنافقين، كان منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم، يروى أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال اذهبوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. هذا أمر جائز، لأن الرسول يقدر أن يغيثهم ويردع هذا المنافق، ولكنه أراد أن يربي أمته على تجنب الألفاظ التي قد يفهم منها يفهم منها محذور، تربية لصحابته. وإن كان هذا جائزا، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فهذا من باب سد الذرائع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا أمر جائز، ولكن الرسول أراد أن يربي أمته على تجنب الألفاظ الموهمة، تجنب الألفاظ الموهمة حماية للتوحيد ولجناب التوحيد. كما أنهم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم السيد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو سيد عليه الصلاة والسلام، لكن خشي على أمته من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فأراد منهم أن يتجنبوا هذا اللفظ حماية للتوحيد وتجنبا للألفاظ الموهمة. نعم. أحسن الله إليكم، لعلنا تأخرنا درسين يا شيخ. نعم، اقرأ اقرأ الكتاب الحديث اللي قلت هذا. اقرأ. نعم. وإذا علمت هذا فاعلم أن رزيته. اقرأ الحديث اللي قرأت، أعد قراءة. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم. يا أخي، الحديث اللي بدأنا فيه اللي تكلمت عنه اقرأ. فأما الاستغاثة بالمعجم. كيف تبدأ القراءة وأنت ما تأكدت من البداية؟ نعم نعم. فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث. المعجمة يعني المنقوطة، من معجمة يعني المنقوطة، الحرف غير المنقوط يسمى مهمل، يسمى المهمل، وأما المنقوط فيسمى المعجم. المثلثة يعني ثلاث نقط، لأن قد يكون معجم بنقطة واحدة مثل الباء مثل النون، قد يكون معجم بنقطتين مثل التاء، قد يكون معجم بثلاث نقط مثل الشين والثاء. نعم. فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث. نعم. وهو إزالة الشدة كالاستنصار. نعم. وهو طلب النصر. نعم. ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يستغاث إلا بالله. نعم. ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال. نعم. فهو في غاية الوضوح. نعم. وما أظنه يوجد فيه خلاف. نعم.
ومنه قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نعم، فالنصر والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز، يدل عليه القرآن: استغاثه الذي من شيعته. وإن استنصروكم فعليكم النصر. نعم. وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من إغاثة الملهوف، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران الذنوب. نعم، كغفران الذنوب والتوبة وتفريج الكربات، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستغاث بالأموات والأضرحة ولا بالأحياء ولا بالأموات فيما لا يقدرون عليه، لأن هذا من الشرك الأكبر، وهذا هو الواقع عند القبوريين، يستغيثون بالأموات وأصحاب الأضرحة وينادونهم في الشدائد، حتى إنهم إذا وقعوا في البحر في خافوا من الغرق لا يستغيثون بالله، إنما يستغيثون بالأموات والأولياء والصالحين، فزادوا على المشركين الأولين. المشركون الأولون إذا وقعوا في الشدة وفي البحر أخلصوا الدعاء إلى الله، أخلصوا الدعاء لله، لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم كان الإنسان كفورا في الجاهلية. أما القبوريون فزادوا على المشركين أن شركهم دائم في الرخاء والشدة، وبل هو في الشدة أكثر منه في الرخاء والعياذ بالله. نعم. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك. نعم، وهذه الآن يطلبونها من الأموات، إذا أجدبوا وانحبس المطر استغاثوا بالميت وذبحوا له حتى ينزل عليهم المطر بزعمهم، وقد يبتلون ويمطرون من باب الاستدراج لهم، مع أنه شرك لكن الله يستدرجهم سبحانه وتعالى. مثل غفران الذنوب، في ناس يقفون أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: جئتك تائبا مستغفرا فتب علي واغفر لي، إلى آخر ما يقولون، يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم المغفرة، وهذا شرك أكبر، هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم. كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يغفر الذنوب إلا الله، هذا حصر، من هذا بمعنى لا نفي، لا يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا. إذا أذنب الإنسان، إذا زنى، إذا سرق، إذا أشرك، ما يغفر له إلا الله سبحانه وتعالى، فيطلب المغفرة من الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هذه لا يقدر عليها إلا الله، يعني هداية القلوب. الهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الرسول والعلماء الربانيون، يدعون إلى الله ويهدون الناس، يعني يدلونهم على الطريق الصحيح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهدي، يعني يدل،
ويرشد عليه الصلاة والسلام، يدل ويرشد. وكل عالم محقق فإنه يدل الناس ويرشدهم ويدعوهم إلى الله. أما النوع الثاني وهي هداية القلوب وإنزال الإيمان فيها، فهذا لا يقدر عليه إلا الله. ولما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب لما سبق منه من حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والمدافعة عنه والصبر معه، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، أراد أن يكافئه. فلما مات ولم يدخل في الإسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. هذا من وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإن احتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه: سلام عليك سأستغفر لك ربي، فهذا عن موعدة وعدها أباه ووفى بوعده، لكن الله لم يغفر لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما نهاه الله تبرأ من الاستغفار لأبيه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت. الرسول حرص على هداية أبي طالب، ولكن الله لم يكتب له الهداية بسبب أنه أخذته حمية الجاهلية على دين أبيه عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله عند الموت حمية على دين أبيه عبد المطلب، فمات على الكفر على الشرك. فقال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية القلوب، وهو أعلم بالمهتدين، يعني لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، أي نعمه، نعمه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقولوا نعمة الله أي نعم الله عليكم. هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فمنه النعم سبحانه وتعالى. النعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي يشكر سبحانه وتعالى. والمخلوق يشكر على قدر ما حصل على يده من المعروف ومن الإحسان، ومن على قدر ما حصل على يده. أما الشكر المطلق فهو لله عز وجل، لأنه هو المنعم الحقيقي. وإنما هذا المخلوق صار سببا فقط. نعم. وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. نعم، بينا لكم أن الرسول قادر على أن يغيثهم وأن يردع هذا المنافق، ولكنه أراد أن يحمي جناب التوحيد فيجنبهم هذه اللفظة الموهمة، هذه اللفظة الموهمة. نعم.
فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك. هذا التفصيل المعروف، لكن الحديث الرسول قادر على أن يغيثهم من المنافق، ولكنه أراد أن يربيهم على التوحيد وعلى تجنب الألفاظ الموهمة. نعم. مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه صائلا على حمل حجر، مثلا حجر أضر به وقع عليه أو سد عليه الطريق ولا يقدر، يستغيث بمن يرفع معه هذا الحجر لينجو مما هو فيه. فهذا استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، المخلوق يقدر يرفع الحجر ويساعد فيه. نعم. كأن يستغيث، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، حمل حجر هذا يقدر عليه المخلوق. نعم. أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يحول بينه وبين عدو صال عليه وخشي منه، فهذا يقدر المخلوق أن يعين أخاه ويمنع عنه الضرر ويدفع الصائل والعدو. نعم. أو يدفع عنه صائلا أو لصا أو نحو ذلك. نعم. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم، ألا غياث ولا مغيث إلا الله. نعم، يعلم المسلم هذا ويعتقد هذا، أنه لا غياث ولا مغيث إلا الله، حتى فيما يقدر عليه المخلوق، الله هو الذي سخر لك هذا المخلوق وجعله يغيثك ويعينك، فالغوث من الله جل وعلا. نعم. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه. ولهذا جاء في الدعاء: يا غياث المستغيثين، يعني يدعون الله أنه هو غياث المستغيثين. نعم. وأن كل غوث من عنده، كل غوث من عنده، حتى ما يجري على يد المخلوق هو من عند الله، هو الذي أقدر هذا المخلوق على أن يساعدك وأن يغيثك. نعم. وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. فالغوث منه سبحانه على الحقيقة، ومن غيره سبب، من غيره سبب، بدل ما نقول مجاز نقول سبب، واضح يعني. نعم. ومن أسمائه المغيث والغياث، من أسماء الله جل وعلا المغيث والغياث، يا غياث المستغيثين، يا مغيث المستغيثين. نعم. قال أبو عبد الله الحليمي الحليمي قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث هو المغيث. نعم. وأكثر ما يقال غياث المستغيثين. نعم. ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فغياث المستغيثين أنهم إذا وقعوا في الشدائد التي لا يقدر على إزالتها إلا الله، فإن الله يغيثهم منها وينجيهم منها. نعم. ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. حتى الكافر إذا دعا ربه في حال الشدة استجاب الله له، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، حتى الكافر. نعم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نعم، لأن المطر لا يقدر عليه إلا الله، فهو يستغيث بالله عز وجل. نعم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إغاثة وغياثة وغوثا، يعني بإنزال المطر، لأن المطر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولو اجتمع الخلق على أنهم يوجدون المطر
وينزلونه من السماء ما استطاعوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا أن ينشئوا السحاب، ما استطاعوا أن يسوقوا السحاب، ما استطاعوا أن يلقحوا السحاب بالماء، ما يستطيعون هذا. نعم. وهو في معنى المجيب والمستجيب. نعم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم، هذا في وقعة بدر لما تقابل المسلمون والكفار، وكان الكفار أكثر منهم وأشد قوة. استغاث المسلمون بربهم أن يغيثهم على عدوهم، فأغاثهم الله عز وجل، نصرهم. نعم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلا أن الإغاثة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أنزل الله ملائكة تساعد المسلمين على قتال الكفار، بمعنى أنها تثبت المؤمنين وأنها ترهب الكفار، تثبت المؤمنين وترهب الكفار. نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالله جل وعلا يرسل الملائكة، ما هم معناه إن الملائكة تحمل سلاح وبنادق ودبابات، لا، معناه أنها تثبت المسلمين وتوهن الكفار وترهب الكفار وتساعد المسلم على قتل الكافر إذا لحقه، تساعده بإمساك الكافر حتى يلحق به المسلم ويقتله. نعم. إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال. نعم. وقد يقع كل منهما موقع الآخر. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه: ما لفظه؟ والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، يعني فيما يقدر عليه. استغاثة بالرسول فيما يقدر عليه لا ينازع في جوازها مسلم كما سبق. نعم. ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. نعم. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيه. نعم. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر. نعم. لأنه جعله شريكا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. إذا قامت عليه الحجة بأن وضح له هذا الأمر وأصر على ما هو عليه كفر بذلك. إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، أما إذا كان مثله ما يجهل هذا الشيء فهذا يحكم عليه بالكفر، لأنه عن علم، أتى الشيء عن علم. وعباد القبور الآن قامت عليهم الحجة والنذر، لكن عاندوا وأصروا على ما هم عليه، فهؤلاء لا شك بكفرهم. نعم. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. أي نعم، لا يجدي شيء. استغاثة المخلوق بالمخلوق في الشدة كاستغاثة الغريق بالغريق، إذا وقعوا في الماء وغرقوا نادى بعضهم بعض لينجده من الغرق ما يستطيع، هو ما ينقذ نفسه الآن، هو في الغرق ما ينقذ نفسه. نعم. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. كذلك مسجون، كل واحد منهم مسجون ومقيد ويستغيث بعضهم، ما يمكن يغيث، هو مثله. نعم.
وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون. الاستعانة عند الحاجة، الاستعانة عند الحاجة جائزة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالاستعانة جائزة للمخلوق فيما يقدر عليه أيضا. نعم. وإلا في الذي لا يقدر عليه إلا الله استعانة المخلوق، المخلوق شرك. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا كانت لا يقدر عليها إلا الله فهي نوع من أنواع العبادة، أتكون إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون، ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. نعم، فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، أما أمور الآخرة والمغفرة وقبول التوبة فهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هذا النوع من أنواع التوحيد، إياك نعبد وإياك على حصر وإياك نستعين. فكما لا تجوز العبادة إلا لله فكذلك الاستعانة لا تجوز إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. كأن يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته. هذا يقدر عليه المخلوق، أن يحمل معه على دابته، أن يبلغ رسالته، أن يبني معه بيتا، هذا كله يقدر عليه المخلوق، وهذا يستحب لمن يقدر أن يعين أخاه. نعم. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعان فيه إلا به، ومنه إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قد يقول قائل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حصر يدل على منع الاستعانة مطلقة. نقول لا، ما هو على إطلاقه، هناك أشياء يقدر عليها المخلوق، دلت الأدلة على جواز الاستعانة به، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله وهو المراد بالآية فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. التشفع بالمخلوق، تشفع من الشفاعة وهي الوساطة في تحصيل المصلحة ودفع المضرة، الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق مستحبة، من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها، أما الشفاعة في المحرم فلا تجوز، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فلا يجوز للإنسان يشفع في شيء محرم. والرسول أنكر على أسامة بن زيد لما أراد أن يشفع عنده في قطع يد السارقة، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه، لأن هذه شفاعة سيئة، أما الشفاعة الحسنة فهي في المصالح، في مصالح العباد، تشفع لأحد عند السلطان، تشفع لأحد عند تاجر، تشفع لأحد عند من له قدرة أن يعينه، لا بأس بهذا، وهذا تؤجر عليه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نعم. وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدر عليه من فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا وهو مباح، أما المحرم فلا تجوز الشفاعة فيه، هذه شفاعة سيئة. نعم. وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. نعم، ثبت بالسنة المتواترة يعني الثابتة بالتواتر،
والمتواتر ما رواه جماعة عن جماعة من أول السند إلى آخره، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر، وما عداه فهو آحاد، قد يكون مشهورا وقد يكون عزيزا وقد يكون غريبا. فالآحاد منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، فأما المتواتر فلا يكون إلا صحيحا مقطوعا به. تواترت الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، لأن الله ملكه الشفاعة، ملكه الشفاعة وأعطاه إياها، فهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو الشفاعة، حينما يشفع للخلائق في فصل القضاء بينهم، الله هو الذي ملكه إياه. الشفاعة لله، لكن الله يأذن بها لمن يشاء، بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان وأهل التوحيد، بشرطين: أولاً أن يأذن الله بها، وثانياً أن يأذن الله بها للشافع، وثانياً أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. أما المشرك والكافر فقد قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المشرك والكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة، أما المؤمن فقد تقبل فيه الشفاعة بشرطين. نعم، هذا هو التفصيل في الشفاعة. نعم. وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة والإجماع، يعني والإجماع، السنة المتواترة والإجماع. نعم. أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. نعم. وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة الشفاعة العظمى، يشفع للخلائق كلهم حتى الكفار، يشفع لهم بفصل القضاء، ما هو بالنجاة من النار، بفصل القضاء فقط. نعم. وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلب، يعني يستشفعون به إذا اشتد بهم الموقف والكرب، طلبوا من أولي العزم من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله في أن يريحهم من الموقف إلى الحساب، فكلهم يعتذر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعتذر ويقول أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويدعوه ويستأذنه في الشفاعة، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع عند الله في فصل القضاء بين عباده ليريحهم من الموقف. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. نعم. ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين. أما الشفاعة وهذه مجمع عليها، الأمة مجمعة، حتى أهل الضلال مجمعون عليها، المعتزلة والخوارج مجمعون على هذا، لم يخالفها أحد. أما الشفاعة في العصاة فهذه خالف فيها الخوارج والمعتزلة وأثبتها أهل السنة والجماعة. الشفاعة في أهل الذنوب والمعاصي الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، أو من دخلها أن يخرج منها، فهذه إنما يثبتها أهل السنة والجماعة. الشفاعة في أصحاب الكبائر التي دون الشرك، ونفاها الخوارج والمعتزلة
نعم. وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه، ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين. أصحاب الكبائر أن يخرجهم الله من النار أو أن لا يدخلهم فيها، يشفع لهم صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست خاصة بالرسول، يشفع أهل الإيمان، ويشفع الأولياء والصالحون والأفراط كل والملائكة كلهم يشفعون، ليست خاصة بالرسول. أما الأولى فهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى. نعم. ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. الشفاعة في أهل الكبائر أن يعفو الله عنهم ولا يعذبهم، والشفاعة في أهل الدرجات في الجنة أن يرفع الله من درجاتهم في الجنة، وهذه أيضا واردة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بي على أحد من خلقه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. لا يستشفع به يعني بالله على أحد من خلقه، لأن الشافع أقل درجة من المشفوع عنده، فهذا استشفع بالله على الرسول، استشفع بالخالق على المخلوق لجهله. الرسول أنكر عليه وقال: ويحك، شأن الله أعظم من ذلك، أتدري ما الله؟ أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. الذي أنكره عليه ما هو قوله نستشفع بك على الله، هذا ما أنكره، إنما أنكر قوله نستشفع بالله عليك. لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن المشفوع عنده أعظم درجة من الشافع، فكأنه جعل الله أقل درجة من المخلوق، نسأل الله العافية. لكن لجهله، هذا جاهل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له. نعم. فأقره على قوله نستشفع بك على الله، هذا ما أنكره الرسول، الرسول يستشفع به على الله. نعم. وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. نعم، هذا ما يجوز أبدا. نعم. وسيأتي تمام الكلام في الشفاعة. ما وضح رحمه الله، لكن عاد زيادة الخير خير. نعم. وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث فيه. لا، ما يستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل، يعني بذات الرسول، ما يستشفع بذات الرسول ولا يستشفع بذات المخلوق، وإنما يستشفع بدعاء المخلوق، دعاء المخلوق أن يدعو الله لك، يدعو الله للمشفوع فيه، لا بأس. أما يستشفع بذات الشخص أو بجاهه أو بحقه أو بصلاحه فهذا لا يجوز. الصلاح والعمل هذا للعامل، مش علاقة كنت بعمل غيرك تستشفع بصلاح فلان، ما يصلح هذا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كل له عمله، فأنت ما ينفعك عمل فلان، ولا تستشفع بعمل فلان ولا بصلاح فلان، إنما تستشفع بأعمالك أنت الصالحة، هذا الذي وردت به الأدلة. وإن كان الشيخ
الشوكاني رحمه الله قد أخطأ في هذا، ويقول يجوز الاستغاثة بالمخلوق وبجاهه وبحقه وما أشبه ذلك، هذا خطأ بلا شك. نعم. ولعله يشير إلى الحديث، وابن عبد السلام ما أجاز هذا مطلق، قال إن صح الحديث، والحديث ما صح. نعم. ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم، أن أعمن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا، لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل. نعم. نعم. الحاصل أنه لا يستشفع بعمل الغير وصلاح الغير أو جاهه أو حقه، هذا ما ورد فيه دليل، إنما يستشفع بعمل الإنسان نفسه، أن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، هذا جائز، لا بعمل غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يكفر من يطلب من الموتى الرزق أو الهداية الكفر الأكبر بمجرد فعله؟ ما بشك، هذا دعا غير الله، دعا غير الله فهذا مشرك، إلا إن كان إنما يعرف التوحيد والشرك، نشأ في بلاد ما يسمع القرآن ولا يسمع شيء، فهذا يبين له. أما إنسان نشأ في بلاد المسلمين وتعلم وسمع وقرأ ولكنه أصر على ما هو عليه، فهذا يحكم بكفره بلا شك، لأنه غير معذور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما شروط جواز الاستغاثة والاستعانة؟ سمعتموها يا أخي، شرطها أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق، أما ما لا يقدر عليه المخلوق فلا تجوز لا الاستعانة ولا الاستغاثة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ التوكل تفويض الأمور إلى الله عز وجل، والاستعانة طلب العون، طلب العون من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد في بعض النسخ للكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم إدراج لفظة آله؟ تخصيص آله ما يكفي، آله وأصحابه، تخصيص آله هذا صار شعار للشيعة الآن، ولا يجوز أننا نحيي سنة الشيعة فيها، نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أو نقول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الذي ورد في الأحاديث، وفي هذا الذي ورد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقل صلوا عليه وعلى آله، أصلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا قلت صلى الله عليه وسلم فقد وافقت لفظ الآية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الانحناء عند القبر؟ هذا عبادة، ركوع، هذا ركوع عند الحي ولا عند الميت، هذا ركوع عبادة، شرك بالله عز وجل، الانحناء ركوع والركوع عبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هذه عبارة جائزة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع؟ ما قال توحيد الرسول، قال إفراد الرسول بالاتباع، إفراد الرسول بالاتباع، فلا تتبع غير الرسول، تترك البدع والمحدثات، القدوة هو الرسول وحده وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ التوحيد هذه موهمة، أنه نوع من العبادة، تقول إفراد الرسول بالاتباع والاقتداء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز التسمي باسم عبد المطلب؟
لا يجوز، الجمهور على أنه ما يجوز تعبيد الاسم لغير الله، ما يجوز مطلقا. أما عبد المطلب هذا اسم ماضي قبل الإسلام، عبد الرسول، عبد العزة، عبد الكعبة، عبد، هذا ماضي قبل الإسلام، وما سمي وانتهى يبقى على ما هو عليه. أما الحي يغير اسمه، الرسول غير أسماء وناس كثيرين من الأحياء، أما الميت فيبقى اسمه كما هو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. هذا حكاية للماضي. أما إنشاء التسمية، إنشاء التسمية في الإسلام، تعبيد المخلوقين لغير الله، هذا منهي عنه، محرم، محرم، لا يجوز. وتعلمون ما جاء في حديث عبد الحارث وما جرى لآدم عليه السلام، فما يجوز تعبيد المخلوقين لغير الله عز وجل إلا ما كان موجودا من قبل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رأيت رجلا يدعو وهو متوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأشرت له أن القبلة هنالك، فقال لي: الرسول صلى الله عليه وسلم هو قبلتنا، أعوذ بالله، وحياته في القبر تنفع الأرواح، أعوذ بالله. واستدل بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. طيب، والذين قتلوا في سبيل الله نتوجه لهم، هم أحياء حياة البرزخ، هل يشرع لنا أن نتوجه للشهداء ندعو متوجهين إليهم؟ من قال هذا؟ هذا جاهل أو معاند مغالط. لكن أنت جزاك الله خيرا نبهته، كونه لم يقبل هذا إثمه عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ويقول: ما حكم رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فغض الصوت عند الرسول حيا أو ميتا مطلوب، تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فلا يجوز هذا، ما يجوز رفع الصوت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز في حياته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من صلى في المسجد النبوي متوجها جهة القبر وجعل القبلة خلفه، هل هذا كافر؟ هذا لا تصح صلاته أولا، لأنها فقدت شرطا من شروط الصلاة. ثانيا، إذا كان قصده التقرب إلى الرسول فهو كافر، لأنه عبد غير الله عز وجل. نعم. ويقول: وماذا يفعل من رآه؟ يجب عليه أنه ينصح ويبين له، فإن أبى أن يمتثل يذهب إلى الجهة المسؤولة عن المسجد النبوي، يلاحظون هذه الأشياء، هناك مراقبون، هناك يبلغ المراقب يمنع هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الدليل على أن الاستحلال شرط لتكفير من حكم بغير ما أنزل الله؟ نعم. يقول حفظكم الله: ما الدليل على أن الاستحلال شرط لتكفير من حكم بغير ما أنزل الله؟ هذه مسألة لها مجال خاص ولا ندخل فيها، ما ندخل فيها، هذه حصل فيها مشاجرات بين المنتسبين إلى طلب العلم، حصل فيها لغط، وحصل فيها كلام طويل، ألا ندخل فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الجمع للمسافر إذا وصل إلى بلده وهو متعب؟ هل يجمع الصلاة؟ ما حكمه الجمع للمسافر إذا وصل إلى بلده وهو متعب؟ لا، ما يجمع، جمع تقديم ما يجمع، أما جمع التأخير
إذا دخل وقت الثانية وصل إلى بلده يجمع معها الأولى في بلده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما القول الراجح في مسألة وضع الإنسان يديه أم ركبتيه عند الهوي للسجود؟ قول الراجح أنه إن احتاج إلى هذا لمرض أو لكبر سنه فلا بأس، أما إذا كان نشيطا فإنه يضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لي العمل في مجال بيع كاميرات المراقبة والأنظمة التلفزيونية للمراقبة؟ هل يجوز لي العمل في مجال بيع كاميرات المراقبة والأنظمة التلفزيونية للمراقبة؟ إذا أذن لك في هذا، إذا أذن لك من الجهة المختصة في هذا فلا مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قرأت في بعض الرسائل أن الله كرم الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. كرم الإنسان بأي شيء؟ بالتقوى. كرم الإنسان بالتقوى دون نظر إلى نسبه أو لونه أو جنسه أو غناه أو فقره، بالتقوى. لازم تقول بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم ترديد الأذان أثناء الوضوء؟ والله الله جل وعلا قال: ثم رددناه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بهذا القيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم ترديد الأذان أثناء الوضوء عند المغاسل؟ ترديد إيش؟ متابعة المؤذن يعني؟ ها؟ يصدر متابعة المؤذن لا بأس، أما يردد الأذان وما هو وقت أذان ما ورد هذا. نعم. ما ورد ذكر على الوضوء إلا قول بسم الله في أوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بعد الفراغ منه، هذا الذكر الذي ورد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما مشروعية صلاة الإشراق؟ ما هي بالإشراق، هذه عند العوام، صلاة الضحى، هذه صلاة الضحى ما هي بالإشراق، الإشراق ما يصلى عنده، منهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها، منهي عن هذا. نعم. ويقول السائل: وهل تستطيع المرأة أن تحصل على أجرها وهي تصلي في بيتها؟ بلا شك، إذا صلت في بيتها وانسترت فهي على أجر عظيم، بيوتهن خير لهن، خير لهن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد مسلم ثم تعلم الأصول الشرعية في هذا البلد، فهل يجوز له الرجوع إلى بلد الكفر لأجل الدعوة إلى الله؟ إذا تأهل للدعوة وصار عنده علم ومقدرة يرجع، الدعوة إلى الله مطلب عظيم، فيرجع للدعوة إلى الله، لكن بشرط أن يكون عنده علم، بصيرة، ومعرفة بأصول الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بلادنا تعطي الدولة قروض، وهذه القروض ليست ربوية، لكنها تخصم مبلغا من المال وتقول إنه تأمين على الحياة. هذا هو، هذه الفوائد الربوية، سميت بغير اسمها، إذا سميت بغير اسمها ما تغير الحكم، القرض ما يزاد عليه، يرد كما هو ولا يزاد عليه بأي اسم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الحكم لو حلفت على فعل شيء ثم نسيته، هل علي كفارة؟ الناسي لا يؤاخذ، إذا فعلته ناسيا فليس عليك كفارة، إنما إذا تعمدت هذا، إذا تعمدت الحنف عليك الكفارة، أما إذا نسيت فليس عليك كفارة، لكن لا تنحل اليمين باقية. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بعض البلدان يجعلون القبور فوق بعضها أدوارا مع وجود مساحات يمكن الدفن فيها، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إذا صينت القبور والجثث صينت وحفظت، ما في بأس، لكن دفنها في الصحراء وكل واحد بقبر هذا لا شك أن هذا أحسن، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه في البقيع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب في المحكم والمتشابه؟ كتب التفسير، كتب التفسير الموثوقة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل حديث ماء زمزم لما شرب له حديث صحيح، وما معناه؟ أما معناه فمعناه حسب نية من يشربه، شربه للرزق يرزق، شربه للشفاء يشفى، شربه لتحصيل العلم يوفق لتحصيل العلم، وأما سنده فليس بصحيح، فيه مقال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المذي يفسد الصيام؟ إذا كان لشهوة ونظر يفسد الصيام لأنه شهوة، أما إذا خرج منه بدون قصد وبدون سبب فلا يفسد الصيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين لأنه مهموم؟ لا، صلاة بعد العصر ما يصلى نافلة إلا ذوات الأسباب فيها خلاف، والهم ليس بسبب من الأسباب الشرعية. نعم. لكن يدعو، يا أخي المهموم يدعو، يدعو الله بتفريج كربته وتفريج همه. نعم. هو لازم صلاة، يدعو بدون صلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يقدم صيام الست على قضاء رمضان؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه، صام يعني كل الشهر وأتبعه، شوف وأتبعه، واتبع ما يكون إلا بعد كمال الشهر. نعم، يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: تعارض عندي حفظ القرآن وطلب العلم، فأيهما أسلك؟ ما يمكن يتعارض، خلى الحفظ له وقت وطلب العلم له وقت آخر، ما يمكن يتعارض، ويعينك الله، ما بتخلي كل الوقت للحفظ أو كل الوقت لطلب العلم، اقسمه بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أنكرت على من يستغيث بغير الله، إذا أنكرت على من يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحتجون بأن هذا الميت استجاب لهم، كيف يرد عليهم؟ مش يدريهم أن الميت استجاب لهم، قد الله استجاب لهم للاستدراج،
قد يفعل الإنسان شيئا غير جائز ويحصل له مقصوده ابتلاء واستدراج من الله عز وجل، فالله هو الذي أغاثه استدراجا له وابتلاء له. أما الميت ما يقدر إغاثة أحد أبدا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل هناك قول عند أهل السنة أن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ورد به دليل يا أخي، ورد فيه حديث أن الرسول يجلسه الله معه على العرش، وهذا ليس بغريب لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء. نعم. فنحن إذا ثبت الحديث ما لنا دخل فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من ينكر وجود أحاديث متواترة يكفر بذلك؟ ينكر المتواتر يكفر، ينكر المتواتر يكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لكن المتواتر القطعي، لأن المتواتر على قسمين: متواتر معنوي، متواتر قطعي، هذا هو الذي من أنكره يكفر، أما المعنوي لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول القائل بجاه النبي، وهل هو من شرك الألفاظ؟ ما يجوز هذا، ما يتوسل بجاه أحد، لا النبي ولا غيره، ما دل لا دليل على هذا، ليس على هذا دليل، وإذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز ركوب المرأة مع سائق بدون محرم؟ وأما قوله يعني ما يذكرونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، فهذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في دواوين السنة أبدا، وإنما هو في كتب الموضوعات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز ركوب المرأة مع سائق بدون محرم؟ السفر ولا بدون سفر؟ السفر ما يجوز قطعا، وفي البلد لا يجوز، لأن هذا خلوة ما هو سفر، لا يجوز لأن تسافر بدون محرم. وأما في البلد لا تركب مع سائق غير محرم، لأن هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان يرثهما الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من شروط الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق أن يكون حاضرا؟ نعم، اللي ما هو بحاضر وش يدري عنك، استغيث بغايب ما يصلح هذا. نعم، لازم يصير حاضر علشان يسمعك ويساعدك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: حليف القوم الذي من قبيلة أخرى غير القبيلة التي يعيش معها، هل ينتسب إليهم؟ لا، الحلف لا ينتسب به، لا يثبت النسب، هذا قال له حليف، ما قال حليف للقبيلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: الكافر الذي وصله الإسلام مشوهاً على غير حقيقته ثم مات، هل يكون من أصحاب الفترة؟ نعم، اللي ما بلغته الدعوة ولا بلغه الإسلام على حقيقته ومات على هذا يكون من أصحاب الفترة، ما قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما أفضل علم يورثه الإنسان بعد الموت؟ نعم. يقول السائل: يكون من أهل الفترة إذا كان ما عنده أحد يسأل، أما إنسان بلغه الإسلام مشوها وعنده علماء وعنده ناس يستطيع يسألهم فهذا ليس معذورا، لأن هو المفرط. أما إنسان ما عنده أحد يبين له ولا عنده أحد يشرح له الأمر هذا يعذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما أفضل علم يورثه الإنسان بعد الموت؟ علم الكتاب والسنة، كتاب الله، تفسير القرآن،
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شروح الأحاديث، كتب الفقه، كل هذا من العلم النافع، كتب النحو واللغة العربية، لأن اللغة تعلمها من الدين، لأنها لغة القرآن وبها يفهم الكتاب والسنة. وكتب النحو يوجر الإنسان عليها وعلى توقيفها وعلى نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يمكن أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم بجواز فصل الدين عن الحياة؟ أعوذ بالله، هذا إلحاد. الدين والحياة، ما هنا حياة بدون دين، ما هنا حياة بدون دين، كيف يعيش الإنسان ويحيا بدون دين؟ ما في حياة صحيحة سعيدة إلا بالدين، فلا فصل بينهما. أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذا في أمور الصناعة والحرف، أمور الصناعة والحرف والتجارب، هذه هم أعلم بها. الرسل ما جاءت تعلم الناس النجارة ولا الحداد، ولا جاءت تعلمهم الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من لم يكفر عباد القبور أو شك في كفرهم؟ حكمهم مثلهم، يحكم بكفره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الزواج يعين على طلب العلم؟ يختلفون الناس، اللي يحتاج الزواج ويخاف على نفسه ولا يستقر لطلب العلم ويأنس إلا إذا تزوج، هذا يجب عليه الزواج إذا كان يقدر، لأنه يعينه على طلب العلم والاستقرار. أما إذا كان ما يخاف على نفسه ولا وعنده قوة في إيمانه ودينه، فهذا ما هو بلازم الزواج، تفرع لطلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ لا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هذولا. ولا الجهل على قسمين: جهل يمكن زواله، هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم، يطلب العلم، يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله، ما عنده أحد ولا سمع شيء ولا يدري، عاش منقطعا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به، يكون من أصحاب الفترة، ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة، فوض أمره إلى الله. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جمعت بين الظهر والعصر وأنا مقيم لعذر المرض، يقول السائل: إذا جمعت بين الظهر والعصر وأنا مقيم لعذر المرض، نعم، فكيف أصلي السنة الراتبة لصلاة الظهر؟ صل بعد العصر، ما يصلى بعد. إذا جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير، العصر ما يصلى بعدها، وقت نهي، ما في راتبة بعد العصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أما إذا جمعت العشاء مع المغرب، صل بعد العشاء، تكون صلاة ليل من صلاة الليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه؟ لا طه ولا ياسين ولا، هذه العوام يقولون طه حروف مقطعة، طه يا سين، يا هذه يا سين حروف مقطعة، ألا تكون أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندي ولد يعمل في الليل. يقول السائل: عندي ولد يعمل في الليل، وإذا نام في النهار وأردنا إيقاظه لصلاة الظهر لا يقوم، ويقول: أنا ما أحس عندما تصحوني للصلاة.
لازم يقام للصلاة، لازم، شو طريقة توق، لابد من إقامته للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا رجل مبتلى بوسواس عن الذات الإلهية. أعوذ بالله، ترك هالباب هذا، تعوذ من الشيطان وتركه. قل آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم. يأتيه الشيطان يقول: من خلق الله؟ إذا وصل إلى هذا يتعوذ من الشيطان وينتهي، يسد هذا الباب، يقول: آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أحافظ على قراءة سورة الفاتحة في الصباح والمساء باعتبار أنها ذكر ورقية. ما ورد أنها تقرأ يا أخي بالورد، ما ورد أنها تقرأ بالرقية، أما في الورد ما ورد أنها تقرأ الفاتحة، اللي تقرأ في الورد آية الكرسي والإخلاص والمعوذتان، هذا الذي يقرأ في الورد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نرى يا شيخنا الفاضل الغزو الفكري القائم على هدم الدين والأخلاق عبر القنوات الإعلامية، فهل من كلمة لكم في ذلك؟ وكيف نتعامل معها في بيوتنا وفقكم الله؟ أخلوا بيوتكم من هذه القنوات الهابطة، أنقذوا أنفسكم وأولادكم ونساءكم منها، أخلوا بيوتكم منها لأجل أن تسلموا منها، ما أحد يجبركم عليها، أنتم اللي تجيبونها، أنتم اللي تنصبونها، ما أحد يجبركم عليها ويلزمكم به، فأنتم اللي جبتوها وأنتم اللي تسألون عنها يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة قبل زواجها بيومين توفي زوجها، هل يجب عليها الحداد؟ عقد عليها، إذا كان عقد عليها وتوفي قبل الدخول بها فعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة 4 أشهر و10 أيام وتلزم الحداد فيها، ولترث لها الميراث. نعم. انتهى.